تقول: أستعمل حفاضات لطفلي لكي تمنع تسرب البول إلى ملابسه أو إلى الأرض أو إلى، وعند ذهابي إلى المسجد أحمل طفلي أثناء الصلاة، هل تكون صلاتي صحيحة؟ الصلاة صحيحة ما دام أن الطفل محفظ ولا ينتشر منه نجاسة عليك، فالصلاة صحيحة، ولكن الأولى عدم حمله، الأولى عدم حمله ما دام أنه يخشى أن يحصل منه شيء من انتشار النجاسة، فالأولى عدم حمله. أما إذا كان لا يخشى من انتشار النجاسة على حامله فلا بأس بحمله في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويحمل معه أمامة بنت زينب بنت بنته، وكانت طفلة صغيرة كان يحملها إذا قام، فإذا أراد السجود وضعها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله.